بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله تعالى اليوم معنا علاج لمرض الزهايمر، أو اللي هو مرض النسيان أو الخرف باختصار شديد جدا. كان هذا المرض منذ السابق أنه مرتبط بالفئات العمرية المتقدمة جدا في السن، لكن الآن أصبح فيه مصطلح جديد وهو الزهايمر المبكر. يعني أصبح الناس حتى مش متقدمة في السن احتمال كبير جدا أن تصاب بهذا المرض. هذا المرض باختصار شديد جدا هو نسيان أسماء الأفراد، نسيان اللي هي أسماء الشوارع، مثلا بيخرج يهيم على وجهه ما بيعرفش يرجع إلى المنزل، بينسى أسماء المهيات، مثلا الهاتف أو رقم الهاتف أو أين بيسكن، أو بينسى المحادثات الأخيرة. وفي بدايته بيصير بينسى المحادثات الأخيرة، لكن بيظل بيتذكر الأحداث القديمة جدا. لكن عندما بيتفاقم هذا المرض بيصير بينسى المحادثات القديمة وبينسى الأشياء القديمة، وبيصير المخ الخاص به هي مسطحات مائية، يعني خلاص بينسى كل شيء، ذاكرة مثل ذاكرة السمك يعني خلاص. طيب، مرض الزهايمر هذا من وين ممكن بيأتي؟ ما هي الأسباب الخاصة به؟ أول شيء هو الإفراط في تناول الكحول، هذا بيعطي اللي هو الزهايمر، أو اللي هي الخطر الإصابة بالزهايمر المبكر اللي هو مرض فقدان الذاكرة المبكر، اللي هو السكري، عدم التغذية الجيدة، عدم النوم الجيد، الإصابات أيضا في الرأس، يعني ليه العديد 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 جدا من الأسباب. الحمد لله وشكر الله أن الله سبحانه وتعالى جعل أن المرض هذا متعلق به اللي هي الذاكرة، اللي هي منطقتين متعلق بهم، اللي هو المنطقة الأولى اللي هي منطقة الحصين أو ما تعرف بالهيبوكامبس، هذه المنطقة الأولى، وهذه الله سبحانه وتعالى جعل فيها ميزة اللي هي موجودة في الدماغ، هذه مسؤولة أولا عن الذاكرة سواء كان مؤقتة أو طويلة المدى. يعني الله جعل فيها شيء اللي هو أن هذه الذاكرة الخلايا الموجودة فيها قابلة للتجديد، يعني إذا ماتت خلاص الخلايا، إن هي الزهايمر في حد ذاته هو موت ويعني خرف وخلاص، الخلايا تصبح قد سممت وماتت وخلاص انتهت. الله جعل أن هذه المنطقة يستطيع الجسم أن هو يقوم بتجديدها، يعني بيشيل الميت وبيزرع خلايا جديدة جدا وتكون قادرة على الأداء المهام الوظيفية بشكل سريع. هذه رقم واحد. الشيء الثاني من المنطقة الثانية أو الشيء الثاني اللي بيلعب دور ودور حاسم اللي هو النواقل العصبية. ما هي النواقل العصبية؟ يعني الآن أتينا إلى الذاكرة، الذاكرة يعني يمكن تجديدها، سوف أعطيك العلاج وممكن بجدد اللي هي الخلايا الخاصة بالذاكرة. الآن في شيء ثاني اللي هي سمية الخلايا، الخلايا اللي تسممت بماذا؟ الخلايا اللي هي العصبية، الخلايا العصبية بتكون خلية من هنا وخلية من هنا، في ما بينهم فراغ. الفراغ هذا لكي تتصل هذه الخلية مع هذه الخلية لكي يتصل طبعا المعلومات مع بعض، سواء كان باسترجاع اللي هي مثلا الخلايا بتسترجع اللي هي معلومة من منطقة الحصين أو من الذاكرة، أو الاتصال حتى المضبوط لكي يعني تستطيع أنك أنت تتذكر وتستطيع أنك أنت تقوم بالمهام المعرفية أو العقلية بشكل سليم بما فيها الذاكرة. هذه بتعتمد اللي هي الاتصال بين الخلية والخلية، في ما بينهم فراغ يتصلوا بشيء معين، شيء معين هذا يسمى بالنبضة العصبية، اللي هي النبضة العصبية بين الخلية والخلية. وبعد ذلك أيضا في شيء ثاني اللي هي لما تأتي النبضة من هنا، النبضة من هنا، النبضة من هنا، لما بيأتوا لكي تتصل أنت مثلا بمجموعة أخرى من الخلايا بتأتي إلى العصبونات، العصبونات هذه أيضا بيحدث فيها اللي هو البي دي ان اف التشيك اللي سبق أنه شرحته. المهم ما بين الخلية والخلية بيحدث فيه شيء، النبضة هذه بتنتقل عن طريق ناقل عصبي، هم يوجد على فكرة حوالي 80 ناقل عصبي الآن اللي هو بتتصل به الخلايا فيما بينها وبين بعض الخلايا العصبية. أهم 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 واحد اللي هو أنزيم يسمى بالأستيل كولين. الأستيل كولين هذا هو يعني اللي بيوصل اللي الخلية من هنا إلى هنا، يعني مثل أنتينة التغطية يعني لما بتتصل أنت بشخص. هذا بيحدث فيه أنزيم آخر يقوم بتطبيطه، يعني بيقوم بإيقاف هذا الأنزيم، فلما الخلية هذه بتحاول تتصل بالخلية هذه ما بتجدش هذا الموصل، يعني مثل لما بيقوم بقطع، فإذا هنا خلاص بتحدث اللي هي أعراض الخرف وأعراض اللي هي النسيان وأعراض الأعراض هذيك الغير طبيعية اللي بنعرفها جميعا. الأنزيم هذا اللي هو أستيلكولين ستارز، هذا هو هذا اللي بيطبط الانزيم الثاني اللي بيوصل لاسمه استيلكولين، يعني اللي نحن نحتاجه اللي هو الاستيلكولين، واللي يقوم بقطعه اللي هو انزيم اخر يسمى بالاستيل استيلكولين ستارز، تمام، او ستيروز في بعض اللغه طبعا تختلف بين الانجليش الى الفرنسي. المهم
هذا رقم واحد. في شيء ثاني اللي هو يعني الآن عرفنا نحن نحتاج إلى تجديد اللي هي منطقة الحسين أو الهيبوكامبس، نحتاج إلى إزالة الأنزيم اللي بيمنع اللي هو أنزيم الأستيل كولين ستارز، هذا نريد نحن نحيده لكي نأتي بالأنزيم الآخر اللي هو الأستيل كولين لكي تتصل الخلايا مع بعض. الشيء الأخير اللي هو التشابك العصبي ما بين العصبونات، يعني مجموعة تلك الخلايا مع مجموعة خلايا أخرى، اللي هو لكي لا يحدث لدينا ما يسمى بالبي دي ان اف اللي هو التشك، هذا المنع يعني التشابك بين العصبونات يعني لكي تنتقل بشكل سليم. فنحتاج إلى ثلاث أشياء يعني لكي لا يحدث هذا الأمر أو التشابك هذا. بالنسبة لي نبدأ الآن في العلاج، تجديد منطقة الحصين أو اللي هي منطقة الهيبوكامبس اللي هي منطقة الذاكرة أصلا لكي تجدد الخلايا، اللي عرفنا هذه الخلايا يستطيع الجسم وهب الله سبحانه وتعالى القدرة على أن هي تجدد. تحتاج إلى أربع أشياء. أولا تعديل نسبة فيتامين دي. فيتامين دي ممكن تحت إشراف الصيدلي أو تحت إشراف طبيبك الخاص، تأخذ إما إبرة اللي هي الشهرية أو على حسب اللي بيشوفها هو الطبيب. أنا شخصيا أفضل الإبرة اللي هي ممكن تشربها شرب أو تحقن حقن عادي، وشهرية يعني أفضل. أفضل الأنواع أنا اللي لاحظتها طبعا الفرنسيين، تشوف اللي موجود وحسب طبيبك الخاص والصيدلي. ثاني شيء اللي هو يجب الحصول على نسبة كافية من اليود. اليود ممكن تحصل عليه كمكملات غذائية يعني كحبوب، أو ممكن تحصل عليه من السبرولينا اللي هي الطحالب البحرية، أو ممكن تحصل عليه من طبعا الملح هذا اللي بتطبخ به، يجب أنه يكون مغذي باليود أو مدعم باليود، كما تحصل عليه أيضا من المأكولات البحرية. فيتامين دي ذكرتها، اليود ذكرتها، السيلينيوم تحصل عليه اما كمكملات غذائيه تحت شرف طبيبك الخاص او الصيدلي، او ممكن تحصل عليه من مكسرات الجوز، اللوز، وخاصه الجوز البرازيلي، اللوز، الفستق الى غير ذلك، بيوجد فيه كميه كافيه، طبعا عين الجمل بيوجد فيه كميه كافيه من السيلينيوم. الان اخر شيء اللي هو الزنك. الزنك مهم ومهم للغايه 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 في مساله اللي هو التجديد، لهذا هم اللي بيجددوا تلك الخلايا الخاصه بالهيبوكامبس. الزنك موجود تجد ايضا في المأكولات البحرية، في الجوز، في اللوز، في الفستق، غير ذلك تجد ايضا في عصير القرع او اليقطين، بيوجد فيه كل هذا اللي انا ذكرته، او البيض البلدي ماهوش البيض الخاص بالسوبر ماركت. اليقطين بتاخذ اليوم 150 جرام في كأسين من الماء، بتضربهم في الخلاط وبيشرب، ممكن يحل بعسل اذا كان العسل اصلي، اذا كان في نسبة 1 في المليون ما بتاخذهاش يعني لان في سكر راح يسبب خلل، فانا لا انصح به العسل. تمام. او ممكن تحصل على شيء ثاني يكون افضل فيه كل اللي انا ذكرته هذا، بتاخذ اللي هو التين المجفف مع اللي هو زيت الزيتون، بتعلق التين المجفف في مكان يكون تصل اليه الشمس لكي يتفاعل وينتج لك فيتامين دي، مع اللي هو زيت الزيتون تاخذ هذا بيغنيك وبيعطيك النسبه الكافيه من كل الاشياء اللي انا ذكرتها. هذا الان حلينا مشكله اللي هي الهيبوكامباس اللي هي مساله الذاكره، يعني الذاكرة العادية هذه اللي بتكون طبعا الهيبوكامبس يعني تجديد الذاكرة. الآن راح نأتي إلى شيء يقوم باللي هي إزالة اللي هو الأستيل كولين ستيرويدز، هذا اللي يقوم بمنع أنزيم الأستيل كولين اللي بيتصل ما بين الخلايا، هذا لكي تزيل هذا الأنزيم الضار أو هذا النقل العصبي الضار، تسمح للنقل العصبي السليم يتصل بالشكل السليم بدون أن شيء يشوش عليه. تاخذ اللي هو نبات الميرامية. الميرامية هو النبات الوحيد على مستوى العالم اللي قامت اللي هي منظمة الصحة العالمية باعتماده كدواء للخرف او للالزهايمر من منتجات طبيعية. تجد انت فيه منتجات اخرى طبعا صناعية، ولكن الطبيعي هو فقط للميرامية. الميرامية اللي هي اما بتحصل عليها ككبسولات من الصيدلية تحت شرف الصيدلي اللي هي توجد صيدلية الخضرات الطبيعية، او بتحصل عليها من العطار، بتغلي كأسين من الماء بتضع فيهم ملعقة ونصف من الميرامية، تغلى هكذا وبتخلطها وبتشربها. لكن انتبه جيدا، النساء هنا الفارق ما بين انت لما بتاخذ دواء من شخص مختص وغير لما بتاخذه من شخص عادي. الميرامية عند النساء بتاخذ الميرامية اللي هي 3 مرات في الاسبوع، او في حالات طبعا حالات العلاج ممكن تاخذها مده 2 أسبوع كل يوم، بعد ذلك تصير تاخذها اللي هي 3 مرات في الاسبوع، وبتاخذ معاها البردقوش 2 مرات أسبوعيا، وبتاخذ معاها اللي هي كف مريم. لماذا؟ لكي تقوم بازاله اللي هو اللي يوجد فيها استروجين عالي فتقوم بتنظيفها يعني، تمام؟ يعني الزائد على الجسم تقوم بتنظيفه. بالنسبه للرجال لما هذه طبعا الوصفه الاولى للنساء، بالنسبه للرجال تاخذ اللي هو الميرامية نفس الشيء كما ذكرت، حبوب او بتغلاها بتشربها نفس الشيء، الجدول المواعيد نفس الشيء. بتاخذ اللي هو
ما يسمى بالكف مريم أو رجل الأسد. لماذا؟ لكي تقوم بتنظيف الاستروجين العالي، لأن الاستروجين العالي غير جيد للرجال، وتقوم بتعويض اللي هو الاستروجين هذا اللي ممكن بيدخل. أول راح تقوم أنت بتنظيفها، ثاني شيء يعني الزائد، ثالث شيء لكي تقوم بالتدعيم اللي هو مستوى التستوستيرون، تأخذ اللي هو عصير اليقطين اللي هو 150 جرام في كاسة من الماء، بيضرب في خلاطه بيشرب يوميا، مع اللي هو الدوم. الدوم بيأخذ 3 مرات أسبوعيا، اللي هو ملعقة صغيرة في كأس من الماء هكذا تسخنها وتقوم بشربها. الآن أتينا إلى اللي هو البي دي ان اف تشك، هذا يعني الاتصال. الآن حلينا المشكلة اتصال الخلايا فيما بعض. الآن لدينا المشكلة الأخيرة اللي هي مشكلة أحيانا العصبانات هذه، يعني التجمع الخلايا هذا الاتصال فيما بعض، المشكلة هذه اللي تحدث فيه مشكلة التكلس أو التشبك. هذا تقوم بأخذ اللي هو أما تأخذ اللي هي مخلب القط، عشبة تسمى مخلب القط، موجود عند العطار بتجدها، وتجد منها حتى يعني مركبات يعني تحت الصيدلية الخضراء، يعني بتاخذها تحت شرف صيدلي او تحت شرف طبيبك الخاص، او تاخذ شيء ثاني يسمى بالجوتو كولا، تكتبه بالعربي او بتكتبه بالانجلش، اللي هو نبات الجوتو كولا، نبات صيني ايضا بيدعم اللي هي الصحه الخاصه بالدماغ. مع ذلك بتاخذ اللي هو ايضا الاوميجا 3، يجب انك انت تاخذها بشكل يومي. ينصح ايضا اللي هو شرب زيت الزيتون بشكل يومي، لان ماذا بيعمل هذه زيت الزيتون والزيت الزيتون والميراميه او الجوتكولا، ثلاث اشياء هذه ماذا بتعمل؟ هذه بتعمل على ان هي تزيل تراكم بروتين خطير جدا. في بروتين هو اللي بيسبب ايضا الخلل اللي هو في مساله يعني ليه دور رئيسي في مساله الزهايمر الخرف، اللي هو بروتين بيتا امايلود. بيتا امايلود هذا هو الوحيد يعني اللي يعني من عادي الاشياء بس بيلعب دور رئيسي. ايضا اللي بيشيله هو زيت الزيتون شربه يوميا مع اللي هو الميراميه، هذه هي اللي بتشيله بشكل نهائي، غير هذا ما لا يوجد شيء ثاني ممكن يشيله. ينصح ايضا بشرب اللي هي اذا كان موجود لديك اللي هي احد الاعشاب اللي دائما وابدا تقوم بتنظيف الجسم، اما الحسك تجده عند العطار، تغلي نفس الشيء كاسين من الماء في ملعقه ونصف، او اللي هو شوك الجمل او الهندبه، موجوده هذه الثلاث اشياء بتجدها في كل الدول العالميه والعربيه وغير ذلك. تمام، هذه يعني الاشياء اكثرها اللي او هذه هي التوليفه اللي انت عملتها. في شيء اخير بتعمله لكي تضمن بنسبه 100% العلاج، اللي هو اللبان الذكر. تذهب للعطار تاتي باللبان الذكر، تقوم بغلي المياه هكذا، تغلاها، ممكن انت حتى تضع لي الميراميه في المياه وبتغلاها جيدا. بعد ذلك تقوم بتصفيه، تتركها لين تبرد، بعد ذلك بتصفاها وبتضع فيها ملعقه صغيره او نصف ملعقه، في العلاج ممكن تضع نصف ملعقه، في حالات الوقايه تضع ربع ملعقه او اقل طبعا صغيره من اللبان الذكر، بتخليها 12 13 ساعه، بعد ذلك تقوم بتصفيتها وتقوم بشربها يوميا على الريق، بتنتهي الامر هذا بشكل نهائي. كما يمكن انك انت تعمل اصلا لبان الذكر حتى في مياه عاديه جدا بدون حتى مياه الميرمية، بس انا خلطت لك هكذا لكي ياتيك يعني الامر اسهل وافضل، غير انك انت تصير تشرب 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 تشرب. المهم هذا هو العلاج الاكيد المضبوط، تستمر على هذا العلاج اللي بين انت بعد اللي هو 45 يوم اللي هو 50 يوم مع الاكل اللي اخبرتك اللي هو الصحي، تبدا تلاحظ اللي هي العوده الكامله الشامله للذاكره وللتصرفات. مع 3 اشهر 4 اشهر بينتهي الامر بشكل نهائي، بس انتبه جيدا، اراجع الحلقه من البدايه واكتب كل شيء ورقه وقلم كانها روشته. بهذه الطريقه بتصل لل النتيجة المرجوة، أيا كان عمر مصاب اللي هي مريض الزهايمر أو الخرف هذا، يستطيع المخ أنه هو يبني خلايا جديدة ونواقل عصبية جديدة أيا كان العمر، حتى في عمر 100 أو 120 حتى في المعمرين الخارقين. المهم كان هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.